فرصه بقى دلوقتي في فتره الراحه بتاعت حراس المرمى. دلوقتي معانا الكابتن عاصم محسن مدرب حراس مرمى النادي الاهلي فريق 2013 وايضا فريق 2014. منور قناه الاهلي يا كابتن عاصم. منور يا كابتن سامي. تدريب قوي جدا لسن 2013. هو تمرين طبعا ماشي، هو شغل عالي، هو تحت كابتن ابراهيم عبد العزيز وتحت ماشي تحت كابتن احمد ناجي، واحنا بنطور الحارس اللي هو يبقى كابي طالع من البراعم لقطاع الناشئين، يبقى كامل كل حاجه متاسس من ال زد. قول لي بقى، والحراس دلوقتي في فتره الراحه اسمائهم برضو. هو انا مش عند ابراهيم وحليمه ماشي وعمر ورمضان. محافظات مختلفة ولا كله مكرر؟ لا محافظات مختلفة. ماشي طنطا واسكندرية والقاهرة لا مختلفين وبيسافروا كل يوم. ماشي وعالي وبيسافروا كل يوم. الحاجة المهمة اللي أنت بتعتمد عليها في التدريب اليومي لحراس مرمى النادي الأهلي في السن الصغير ده؟ هو الأساسيات. اللي احنا نطلع الحارس لقطاع الناشئين متأسس يعني يكون كامل كل حاجة. اهم حاجه عندنا احنا شغالين دلوقتي على تطوير الاساسيات. حته اللعب بالرجلين دي بقت شيء اساسي وشيء مهم دلوقتي جداً. بتتعلم في السن الصغير ده برضه جدا جدا. ده هو ده رقم واحد. هو ده رقم واحد. هو الفتره الجايه اصلا لازم هو الشغل بالرجل. هو ده رقم واحد بالنسبه لنا، اللي احنا نطور الشغل بالرجل. طيب وهم فرصه بقى وهم قاعدين هنا يعني.